أخبار اليوم. بتمنى إن المشروعات تستمر وإن إحنا نكون على التواصل معاه، يعني اللي عنده مشكلة ممكن يكلمنا، اللي عنده تعثر في حاجة يكلمنا، وإحنا دايماً هنتابع معاكم بحيث تقفوا على رجليكم. يعني إحنا بنتمنى المشروعات بتاعتكم تكبر يوم بعد يوم. بداية لازم تعرفوا إن الفلوس دي كل واحدة واخدة الشيك اسمها هي بس. مفيش اي حد يقول لها انا ليا نسبة، مفيش اي حد يقول لها انا ساعدتك في حاجة فاديني جزء منه، ده مرفوض تماما. واي حاجة زي كده يا ريت كلنا نبقى عارفين ان دي غلط وتكلمونا قولا، ده اللي بتمناه منكم. دايما هتلاقونا معاكم، دايما تبقوا على اتصال بينا، مفيش في مرة هنقول لكم لا احنا مش منعرفوش او مش هنرد عليكم، لا احنا معاكم على طول. ده كل اللي احنا طالبينه منكم، وطالبين ان انتوا تستلموا الشيكات دلوقتي وتطلعوا بيها كل واحده تعمل مشروع، لان المشروع ده اللي هيخليكي بعد كده ما تبقيش محتاجه لحد. يعني ما حدش يقول لكم في نسب ولا انا اللي جبت لكم ولا الكلام ده مش وارد. وبرضه احنا حابين لما تعملوا المشروعات تكلمونا عشان احنا عايزين نعرف وصلتوا لغايه فين، تعصبتوا ولا مشكله، عايزين نتابع معاكم ونورتونا. سعيدة محمد محمود أسماء عبد المحسن عبد الوارث سعاد محمد نجلاء فتحي عباس محمود. في البداية حضرتك تقول لنا عرفت ازاي موضوع ليلة القدر وبعت ازاي؟ والله حضرتك ابني كان تعبان وكنت موديه يكشف يعمل عملية لوز وكده، فتعرفت على أستاذ عماد أبو صريح وهو اللي وصلني هنا وطلب ورقي وكده، وانا جبت له الورق وهو حب يساعدني. طب هو حالته ايه؟ هو تعبان باللوز، يعني ابني اللي كان هيعمل عمليه لوز. يوسف. الف سلامه. الحمد لله. كان العمليه. الف سلام عليك. انا هانم حسن عبد الراضي ارمله. مشكلتك ايه هنا اللي بعت بيها ليله القدر؟ مشكلتي عايزه اربي ولادي بس كويس، ولا حته اقعد فيها انا وبناتي، مكان يعني كويس، احنا ساكنين بالايجار. انت عندي كام بنت؟ عندي 3 بنات وولد. جوزك متوفي ولا مطلق؟ متوفي. لا ارمله. بعتي ليله القدر على طول؟ ورد خلال قد ايه يعني؟ او لا رد علينا خلال 15 يوم كده تقريبا يعني. انا فوقيه محمد عبد الله. مشكلة حضرتك ايه؟ يعني الظروف اللي احنا فيها ديت، يعني احنا على قد حالنا. طب انت كنت محتاجه المبلغ عشان تعملي ايه؟ ان انا اسد اللي عليا، وساعات كمان انا بنتي داخله ثانيه ثانوي، وانت عارفه مصاريف الثانويه العامه عامله ازاي، وانا يعني مغضى يعني على باب الله، يعني بروح عندي ناس انضف لهم كده. يعني حضرتك متوفي ولا مطلقه؟ متوفي. وعندك كام ولد وبنت؟ انا معايا دي وولد رايح سنه 5 بس يا بنتي.